الناموس والانتصار. أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل، أرحب بحضراتكم من جديد ضمن هذه المنافسة، ضمن هذه الانطلاقات المستمرة شوطا يليه الآخر، ضمن منافسات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية، كما أرحب بالضيوف الحاضرين من جميع أنحاء، الحاضرين من كل مكان قادمين إلى ميدان الشحانية إلى أخوانهم في دولة قطر. فمرحبا بمن حضر، بمن أتى، بمن شرفنا في هذا اليوم وفي هذا المهرجان. مرحبا بالجميع في داركم الثاني. انطلق قبل لحظات شوط الختام لهذا السن، سن الحقايق، في ثاني أيام هذا المحفل التراثي. سيارة تنتظر فائزا من بين هذه الأسماء، وحيدا انطلق إلى البداية، إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، وتابع العزوم سالم بن سعيد المهيري. حاضرين أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد من أبوظبي حاضرين. مرحبا بالجميع. المركز الثاني، أتابع القدوم في هذه اللحظات من الشعار الخطير، حاضرا بن جبران يحضر على المركز الثاني. مقدم لنا مبعده جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري الحاضر على المركز الثاني. المركز الثالث، اتابع الانطلاق الحضور في هذه اللحظات من صبا علي بن سعيد العنزان النعيمي الحاضر على المركز الثالث. مقدم لنا صبا المركز الرابع، اتابع في هذه اللحظات الحضور والانطلاق من القادم قادمة والمنطلقة الذيبة خالد بن غدير الجحافي. اهلا باهالي السلطنة، اهلا باهالي عمان الحاضرين على المركز الرابع. المركز الخامس، اتابع في هذه اللحظات وفي هذه الاثناء، اللي على المركز الخامس من الجانب الايمن تحضرون بشعار خالد بن حمد بن هند الدوسري قادما مع الهنوف. هكذا المتابعون الكرام، ايها المستمعون الافاضل، اعلنت على حضراتكم الخمس المراكز الاولى، ولكن العودة الى بن جبران وادائه، واداء الفنان الذي اعتدنا على هذا الشعار، شعار النجوم. ينطلق الجربوع وادائه بهذا الاداء المميز. المركز الاول على الصدارة الاولى جابر بن سالم الجربوع المري، مبعدة ولكن الحاضرة. المركز الثاني، مرحبا 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 بهذا الشعار، زومة سعد بن محمد بن حمد الصافية حاضر مع زومة، والشعار خطير 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 خطير. مرحبا ابو غيثة الحاضر على المركز الثاني. المركز الثالث، اتابع الحضور من القادمة شوائين محمد بن علي الفيدة المري على المركز الثالث. المركز الرابع، اتابع الانطلاق الحاضر الهبيبة علي بن سعيد الزرعي ورا شعار بن مرقان. المركز الرابع الحاضر من الجانب الايمن، وخامسا الحاضرة والمنطلقة، هنالك منطلقة على المركز الخامس في هذه الاثناء، ولكن العودة الى مقدمة الشوط الى المركز الاول الى بن جبران. بن جبران ينطلق على البداية، جابر بن سالم الجربوع المري، 800 متر اخيرة خطير
رب الجبران العصاب الابطان يرقص طرب على المركز الاول على الصدارة الاولى مبعدة 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 ابعدت عن بقية المشاركين السيارة مع ابن جبران. هذه هي ثقة الكبار ثقة الكبار عصاتها ببطانة ما دار ليها ما دار ليها 500 متر اخيرة اللي على المركز الثاني هنالك شعار بن صابية سعد بن محمد بن صابية المري مع زومه ولكن يبدو لبن جبران سلام يا جابر يا بن سالم يا الجربوع المري بن جبران بطلا لهذا شوط شوط الختام وعصاب الابطان سلام مبخوت سلام سلام يا الجربوعي سلام سلام مبعدة مبعدة عنوان هذا شوط بأدائها والله هذا اللي ما تحتاج العصا ما شاء الله يا أرض احفظي ما عليك مبعدة سلام يا جابر بن سالم يا الجربوعي يا المري تاني نواف مبروك وفي رصيدي يا ثلاث سيارات تاني نوالف مبروك المركز الثاني زومة شعار سعد بن محمد بن صافية المري المركز الثالث شعاري بن برقان الحاضر على المركز الثالث هنالك محمد بن مخيت بن برقان المقارع هدير المركز الرابع شعار سيوف ناصر بن مسلم النابت المري المركز الخامس شعار عز محمد بن مبارك الراشد تاني نوالف مبروك لجابر بن سالم بن جابر الجربوع المري لحظة الفوز والانتصار مع مبعدة وتضيف السيارة الثالث أم الرابع السيارة في رصيد ثلاث سيارات تاني نوال مبروك 5 دقائق 49 ثانية 22 جزء من الثانية مبعدة المركز الثاني المركز الثاني شعار زومة سعد بن محمد بن صابي المري 5 دقائق 55 ثانية وجزئين يتيم من الثانية تهانينا على هذا الانتصار المركز الثالث شعاري بن برقان هدير محمد بن بخيت بن برقان المقارح على المركز الثالث 5 دقائق 55 ثانية 60 جزء من الثانية تهانينا والف مبروك لجميع الأخوة الفائزين نعود بالتهنئة لأصحاب الأشواط الرئيسية